كيفاش ناخذوا الفلوس هنايا في بلاصه فيه الناس وهنايا اش غنقول لك انا من شي ما يفرح باش تهضر كاع والحمد لله على كل حال راه الضوء راه تشوف ديك الليله يلاه تعشينا بحال هكا انا واحد ولد عمتي وبابا راني جاي من عندي الفواره تعشينا كنظن الواحد سميتو باغي حاشاك نعطي لواحد الحمار شويه التبن ريحنا شويه فاش سميتو سمعنا داك الشيء بحال لا طرطقتي شي حاجه زباق صافي ما يلاه تنوض صافي ترد منها صافي انا ديك الساعه بيني وبين عقلي ديك الساعه درت هكا لقيت راسي محاصر صافي تشدوا لي الرجلين واحد الخشبه هنا صافي بدا داك الدري كيغوت اللي حداه انا ما لقيتش مازال كينغوت كيغوت تاج واحد الولد العم طلع علينا بحال هكا هو يسمع با عاوتاني لهيه وخلانا مشى تاج بات ولد سميتو ولد باه ومرتو باه عاد جاو عاوتاني هو وخوه ولد عمي اخر عاد بداو فينا شي ثلاث سوايع المهم وحنا تحت داك سميتو وطلعوني والليل ما كاينش الضو وكاين البارد صافي بديت كنسول على ولادي قال لي واحد العم طمأن عليا قال لي راه طلعوا عند الخوادري درت هكا سولت على الخوادري لقيتو حتى هو مات ليه ولدو سمعت صوتو عيطت عليه قلت له خويا ولادي قال لي قاودي ولادك ما شفتهم انا صافي عارف بلي ولادي تما بقيت كنتسنى تما ديك الليله ونهار كامل حتى المغرب جنسيب على بعد بحال قول 65 كيلومتر ونقد المهم مشو لقاو الدراري ميتين لقاو امهم دار عليهم هكا حظياهم ولكن كلشي مشى لا اله الا الله ما عندك ما دير هادشي اللي كاين الدوار بحال الاخوال كاميرا ما تعرف مازال الرار من هذاك يجبدو عند هذاك يجبدو عند هذاك كانت تهويده راه كتلقى هذا اللي هنا كيقولوا لك هبش هنا كتهبش ولكن مع داك الضغط هو راه عند الجيران داك الشيء اللي مزير بنادم بزاف علاش ماتوا الناس كثر اش غادير العائله كامله جوج دراري وامهم بقيت انا والوالده جاب الله الوالده مسافره عند واحد الخوادريه في تاروزان في الاول وفاش حطوني انا ما لقيتش نوقف باش ديك الساعه نيت سميتو رجلي مضرورة ما لقيتش مازال كينوقف قلت انا مهرس كتقول لبنادم الله يرحم ليك الوالدين سير شوف كيمشي كيطلل كيلقى 3 متر وهو بوحدو بنادم مازال مدابز دوك اللي حيين غير مع عائلتهم فهمتي ما كاين اللي مسوق عليك باش تقول لي يخلي باه يجبد لك ولدك انت صافي بديت انا كنشوف داك الوضع صافي تم ماتليت صافي ماتليت كنحس بوالو صافي بقيت غير كنشوف صافي كنشوف هكاك تا جاو الناس شي من ولاد برحي جاو شي دراري كيحفروا داك النهار كامل ما جبدوا والو تا جا نسيب عاوتاني وجاو واحد شي دراري اخرين واحد المجموعه من طاماس حدا ثلاث المنابها عاد ديك الساعه جبدوهم فوق قول المغرب وباتوا حدايا طاز الصباح عديناهم رزمناهم يومين وما ايه يومين ديك ليلة الجمعة والجمعة تا ما دفنو تا بحال هاد الوقيتة ديال نهار السبت فهمتي تا خنازو تا فيهم الريحة اش غادير داكشي ديال الله ما عندك ما دير المغاربة راه زينين باقينا رجال والله العظيم حيت الغد ليه جاو الناس تعاونوا معانا المهم بنادم غير الا شتيه بحال هكا جا راه قال لك قول معروف خير من صدقة يتبعها هذا بنادم جا ونسك المهم ما حسيناش بزاف بداك الفراغ كاينين الدوار مساكن وشي جواه كنشوفهم انا في سميتو ديال التواصل لا 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 بنادم كيبكي ما كاين اللي يوصلو ما يعطيه غير ونسو غير يحفر معاه فهمتي ولا اله الا الله اخويا للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.